مصطفى العلواني، ناقد سينمائي، رئيس سابق للنادي العمل السينمائي. اليوم كنحضروا وكلنا يعني هذا يوم حزين بالنسبه للفنانين في جميع المستويات ديالهم، سواء الفنانين ديال المسرح او السينما او التلفزيون او الناس اللي كيديروا السمع البصري بسمع من الاشهار من كل شيء. سعد الله عزيز اللي بغينا نقولوا الجيل الثاني اللي خدا المشعل من عند الكبار، من عند عفيفي، من عند طيب صديقي، ومشى به الى اخر المطار. سعد الله عزيز مؤسس في عده فنون ديال الفنيه. ملي كنديو على السيت كوم كنديو على سعد الله عزيز، كنذكروا لاله فاطمه. ملي كنديو على الدراما الكوميدي كنذكروا كاريكاتير في القناه الاولى، والتجربه ديال حميد بن شريف راه قويه في المجال. سعد الله عزيز كمشخص يعني انسان اللي رسخ وعطى قيمه للممثل المغربي في السينما، وانسان اللي دار انتقال من الممثل المسرحي الى السينمائي. يكفي اننا نذكروا فيلم ديال باديس من اروع الافلام المغربيه، فيلم ديال عرس الاخرين للمخرج حسن الجلون، فيلم ديال ساعي البريد للحاكم النوري، ومارس ايضا الاخراج السينمائي، دار فيلم سيناريو، الفيلم اللي داز يعني داز ما تعطاتوش الاهميه اللي كيستحق. سعد العزيز بقى الى اخر حياته. النوفيلا دارها في القناه الثانيه. سعد العزيز انسان طموح، والعصافير تختفي لكي تموت، لسانه هو مختفي علينا. الراجل اللي بقى يعني ثم ما هذه الانسان ما نسيت، لن انسى ان سعد الله عزيز كان رائدا في تجميع الفنانين وتنظيمهم. اول تنظيم نقابي اللي قدر يفرض حقوق ديال الفنانين ترأسه هذا الرجل ماديا وادبيا ومعنويا. هذه شيء يحسب لهذا الرجل، رحم الله هذا الرجل، كل التعازي لاسرته والاسره الفنيه الكبيره ولرفيقه دربه الاستاذه خديجه اسد اللي كنتمنى وان شاء الله تنير وتخلد الذكرى ديالته بالوجود ديالها اللي رحنا. كلمات تعجز عن التعبير على قيمه هذه الخساره وعلى الثقل ديالها في النفوس ديال كل الناس الذين احبوا هذا الرجل. شكرا لك. الله عزيز سعد الله، ونودع اليوم عزيز سعد الله بعد ان ودعنا في الايام هذه مجموعة من الفنانين، مجموعة من الأسماء الآن يترجلون يغادروننا، مبدعون بعد عبد العظيم شناوي الله يرحمه، توريا جبران، أنور الجندي، حمادي التونسي، عزيز وهذه إرادة الله. عزيز سعد الله لم يكن رجلا عاديا، كان فنانا واختار أن يدخل مجال الفن ويعانق الفن ويخدم الفن بصدق وتفاني. فأواخر الستينيات دخل الفن من المعهد ديال الدار البيضاء، ومن المعهد ديال الدار البيضاء كانت البدايه رفيقة العمر ديالو الزوجة الفاضلة خديجة أسد اللي تزوج هي بنت المدينة القديمة وعاشقة للفن، وهو والزوجة ديالو الأسرة وعلى حساب الأسرة استمتع الجمهور، استمتع المغاربة مجموعة من الفن. كان عنده أيضا بعد مغاربي عربي على غرار الفنانين الكبار، وخدم الفن وقدم عروض حتى خارج ارض الوطن في اوروبا وفي واحد يعني العديد الكبير ديال البلدان. عزيز سعد الله يعني من البدايه كان اختاروا الطيب صديقي مع الزوجه ديالو مع الحسين بينياز رباز، ثم حدث الفرقه ديالو وقدم خدمات كبيره الى جانب هذا المجال. هذا كان سعد الله رياضي وفنان وعاشق للوداد، كان هادي وكان من المحبين ديال كره القدم، من العاشق ديال الفن ديال كره القدم، وحتى عندما يلبس القميص ويكون ضمن الفريق ديال الفنانين في مواجهه فريق ديال الصحفيين او في لقاءات اللي عندها بعد اجتماعي انساني، كان سعد الله عزيز يعني كيتميز بالمراوغات ديالو والعشق ديالو الله يرحمه، هو انه عندما يراوغ واحد من المنافسين ديالو يدوز له الكره ما بين رجليه. كان يعني
متيم كان عاشق بهذه الامور هذه. هذا هو سعد الله عزيز تاع زينة الحارة، الزوجة خديجة، تاع زينة الصديقة ايضا الابن ديالو سليم وبنته سارة، ولكل الفنانين والمبدعين في هذا الوطن. وكنقول لهم على ان شكرا لكم على داكشي اللي قدمتوا كل لوطنكم بصدق وتفاني وحب واخلاص. راه الوطن حاشا واش غادي ينسى الابناء ديالو. ونتمنوا ان الناس يقراو، يقراو ما قدمت التورية جبران، يقراو ما قدمت سعد الله عزيز الزوجه ديالو، وما قدم ايضا طيب صديقي وعبد العظيم الشناوي وانور الجندي والاب ديالو وكل هاد الرواد اللي جاوا. هو جيل ثاني جاء من بعد الاستقلال، جاء وحمل هذه القضيه ديال المسرح، قضيه ديال الابداع. سعد الله عزيز كان ابنا شرعيا للفن المغربي وللمسرح المغربي، للتلفزيون وللسينما ايضا. لا افتقدناه ولكن بغى الله، رحم الله عزيز واسكنه فسيح الجنان، انا لله واليه راجعون. وفاة المرحوم سعد الله عزيز خساره كبرى للمشهد الفني الوطني. فقدنا فيه ممثلان، مخرجان، مؤلفان في مجالات المسرح والسينما والتلفزيون، وايضا رجل مناضل من مؤسسي العمل النقابي في المغرب عبر تأسيسه، الى جانب العديد من الفعاليات الفنيه في بدايه التسعينيات للنقابه المغربيه المهنيه الفنون الدراميه، والتي كانت تسمى انذاك النقابه الوطنيه لمحترفي المسرح. كما قلت خسارة كبرى، ولكن مر بطريقة الله رحمه الله واسكنه فسيح الجنات الى الله والى اليه راجعون. الفقيد العزيز سعد الله خلى بطبيعة الحال كيف يقولوا بلاصتو كبيرة بيننا، وانا شخصيا فقدت اخ صديق حميم، وعلاقتي معاه كانت علاقة كبيرة جدا من الصغر. تندب بين هذين الابناء ديالنا، كانوا مرافقين مع بعض وكبروا جميل وخرجوا جميل. دابا دابا نعقدوا هرم من الاهرام ديال المسرح، الجيل السابق اللي ساهم من خلال النضال ديالو في تأسيس النقابه الوطنيه للمحترفين المسرح، اللي كان هو مقعد الأمانة العامة ديالها. أول مكتب فيه كان ديال النقابة الوطنية ديال المسرح، هو كان أمين عام ديالها. وما تيخفاش على الجمهور الأمانة ديالو اللي قام بها، واللي خدات صدى كبير من خلال التلفزة ولا المسرح، وكان فاطمة وكان لا يسعنا الا ان نتقدم بالتعازي لمحبيه والعائله وانا لله وانا اليه راجعون. سعد الله عزيز كان فنان، كان صديق. انا تعرفت عليه منذ نهايه الثمانينيات في باريس، اللي كان يقدم قصه وطن المثل المسرحي اكيد، من الاسماء البارزه التي فرضت نفسها فرضا جميلا فوق الخشبه. وهو ليس فقط مشخصا بل ايضا يفكر في المسرح ويفكر المسرح، عنده نظريات في المسرح، عنده علاقات جميله مع الكتب، مع الكتاب، شعراء، ادباء، عنده علاقه حميميه مع جل الاعلاميين منذ الاول. هو انسان بشوش، انسان خلوق، انسان خدوم ايضا. والنوعيه ديال الراحل يعني نادرة جدا، لأنه مهتم بالسينما، مهتم بالمسرح، مهتم بالتلفزيون، مهتم بالأدب، ومهتم أيضا بالحوارات واللقاءات والندوات التي تتعلق عموما بالمجال الفني والثقافي في بلادنا. إذا فقدنا إنسان عنده واحد المسار متميز ومتميز جدا. الله يرحمه. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.